اللي قدامكم دوت برنامج كان معمول في مصنع بتاع الجيش بتاع اغذيه. البرنامج يعني وتتخض بالسوا مش كبير قوي ولا حاجه يعني ده يعتبر حاجه طبيعيه. اوكي برنامج زي دوت لو حصل فيه عطل او في غلطه في الكتابه انا عشان اجيبها الموضوع صعب قوي وانا ببرمجه على انا بكلم وانا بعمل البرنامج. فلو عايز اعرف مكان الغلطه فين او اخلي البي ال سي يقفني عليها هنشوف ازاي اعرف مكانها. مثلا هاجي عند اي حاجه في النص واعملها غلط. اللي انا كاتبه ده ملوش معنى صح؟ طيب ماشي. دوست على كومبايل قال لك عدد الايرور قد ايه؟ 1 ايرور. لحظه بقى مكتوب كده كومبايلنج بروجرام بلوك. ممكن نكبرها عشان كله يبقى شايفها احسن. مكتوب كومبايلنج بروجرام بلوك يعني هو بيبص على بروجرام بلوك بالظبط يعني جوه المين. وفعلا احنا عاملين برنامج فين؟ في المين صح؟ احنا مبرمجين جوه المين. طيب النتورك رقم 50 تشيس لازم كده. النتورك رقم 50 في السطر رقم 2 هنفهم يعني ايه السطر رقم 2 دلوقتي. العمود الاولاني نوع الايرور اسمه ايرور 33. هو بيسمي الايرور عنده بيديها ارقام اللي هو ما يعادل يعني ان في undefined global symbol يعني في سيمبل عنده مش مفهوم مش يعني ما حدش فهمونا قبل كده. تعال بص كده نتورك رقم 50 صغر دي كده الاول 47 48 49 50 ده السطر الاولاني ده السطر الثاني هو السطر الثاني ده العمود الاولاني ده الثاني ده الثالث ده الرابع. هو قال انهي؟ قال السطر الثاني العمود الاولاني اللي هو مين؟ ده. ولو انا ما اعرفش بص اقف اي حته بعيده كده مش في مسج ظهرت هنا دي بص انا واقف فين؟ هنا بص هيعمل ايه لوحده؟ اول ما يوصل بكليك راح واقف على الغلطه. اوكي؟ يعني من الاخر بقول لك الغلطه في دي. خد بالك افكرك بحاجه تانية البي ال سي ما اكتشفش غلطه يعني جوهريه اللي هو مثلا البرنامج هيعمل قفله او ده غير لا هو ملوش دعوه هو اكتشف حاجه انا بعتبرها غلطات هايفه لان انا بقول لحضرتك انت من المره اللي بعد الجايه مش هتعرف الغلطات دي تاني خلاص. اوكي بس مهم يعني لو غلطت فيها مش محتاج ان انت تقول لي تعالى شوف الغلطه فين انت من نفسك هتعرفها روح دور عليها ده بكليك هقفك عليها. اوكي واكيد الغلطه تطلع غلطه في الكتابه او ممكن يكون الغلطه في حاجه زي كده مثلا. ما هو مش هيرضى يعمل داونلود اساسا مش هيشتغل اساسا حاجه زي كده انا عملت سلكه وما وصلتهاش لو قلت له كومبايل كده هيبقى عنده 2 ايرورز. ثواني نصلح ده اس ام 0.1 اهو الايرور حاجه بيسميها باور فلو يعني زي مثلا ايه يعني الكهرباء ماشيه على الفاضي ما مش ماشيه في حاجه يعني باور فلو ليه حق في الدرجه رقم 50 السطر الاولاني العمود السادس ادي 1 2 3 4 5 6 اوكي معانا فعلا العمود السادس السطر الاولاني اللي هو ده في حاجه في باور فلو اللي هو يعني كان سلكه مقطوعه يعني دي اللي هو قصده عليها ديليت خلاص كده المفروض كومبايل زيرو ايرورز اوكي فدي حاجه مهمه في مشكله في النقطه دي؟ انتوا خدتوا المفروض على الفلاشه البرنامج والسيموليتر. هقول لكم ازاي تجربوا متاح عندكم كمبيوتر في الساكن عندي فيه ولا لا؟ كام لابتوب؟ كام واحد؟ لا انت غالي عليا انت حضرتك اجيب لك واحد لابتوب هديه بس هتستلمه من الاداره بقى. انا ماليش اقول لهم بلاش ده عشان ده ما يبصش النيو عايز بيسجل يعني لو خدت انفكشن كده لو في مثلا مطور وقع في اي سبب في كذا مثلا اخطاء من اوفرلود او اها تخش جوه المطور وتعرف نوع الخطا ماشي يعني ايه يخش جوه المطور مش فاهم ماشي مش مهندس ثانية بس مش سامع مش سامع لا يعني بعض المصانع لو الموتور حصل فيه عطل خط بيقف ماشي حلو بس لا مش يخش جوه الموتور خلينا واقعيين هو الفكره في ايه؟ هو الموتور عشان يقف
يا واقف عشان ما فيش خارج خارج له من البي ال سي، يا اما الريلي فاصل، يا اما الكونتاكتور فاصل، يا اما الموتور نفسه مش شغال، في فازه واقعه او اوفرلود. طب ما انا ممكن اخد من الاوفرلود نقطه على البي ال سي، ومن الكونتاكتور نقطه على البي ال سي، ومن الريلي نقطه على البي ال سي، ومن المفتاح اللي شغال بقوه الطرد المركزيه نقطه على البي ال سي. هقول له لو نقطه الريلي ما قفلتش يبقى العيب في مين؟ في الريلي. طب الكونتاكتور ما قفلش يبقى العيب في الكونتاكتور. الاوفرلود ملقط يبقى الاوفرلود فاصل. الموتور ما لفش يبقى في فازه واقعه. هي مش امكانيه، هي مش امكانيه خالص، هي ولا امكانيه ولا حاجه. هو الفكره كلها ان في اشاره جايه هو بيسمع كلام الاشاره دي، يعني انت اللي عاملها في البرنامج. هنعملها مع بعض، نعملها مع بعض في اي برنامج، نعملها مع بعض. نقول له لو حد داس تشغيل والستارت مفتوح، الطبيعي بتاع البرنامج ان هو ايه؟ مش هيشتغل، صح؟ نخليه طالع مسج يقول خد بالك يا باشمهندس اللي بتدوس ان انت بتعمل حاجه وانت في وادي تاني عشان المفتاح بتاع الاكواف مفتوح. عادي، احنا اللي هنبرمجها. اوكي، مش اللي هو فهم ان المفتاح، هو ما فهمش حاجه، انت اللي عامل برنامج بيقول كده عشان نقنعه انه يجي يوم ال انا ما شفتهاش، بس الموضوع مش صعب ولا حاجه. هو مش الشاي والسكر والميه في الاخر ليهم فالف بتعديهم يعني؟ تمام، حلو. حاجه زي كده هناخد حاجه اسمها ايكويشن. انت سكرك ايه زياده؟ يعني نسبه السكر للشاي يتحسب كده، لازم تحسب كده نسبه السكر للشاي للميه قد ايه. يعني الكوبايه عباره عن حاجه 100%، هل 90% ميه ومثلا 5% شاي و5% سكر؟ بتتعمل ايكويشن، وبعد كده الايكويشن تترجم جوه البي ال سي. الاوتبوت بتاع الايكويشن هو هيكون طريقه فتح الفالف. يعني هنتكلم حاجه زي كده بالتفصيل، بس هنعملها على انها بويه مثلا مع بويه مع بويه، هيعمل ميكس مع بعض والمبدا واحد. تمام، فهناخدها لما ناخد الكومبير وناخد الايكويشن، المقارنات والمعادلات. تمام، هقول لكم حاجه يعني، بس يعني كانت تبقى مهمه لو كان عندكم كمبيوتر. ماله؟ عادي خالص، ما هو الفيس سيكونس ده مش اللي بيلقط او الاوفر اندر. يديك اشاره يوقف الموتور. صح، يديك اشاره او يطلع لك مسج على الشاشه يقول له للعامل اللي موجود بلغ حد بسرعه في الصيانه ان في فازه مقلوب. ولا هو هيروح يدور على العطل، هو اوريدي العطل اتقال له، هو بس هيروح يصلحه مش اكتر. تمام، هقول لكم ازاي لو عندكم برنامج على وما عندكش بي ال سي. لا هنا مش موجود، هنا عشان هيبقى سيموليتر عشان بي ال سي كان. مثلا برنامج زي ده اي 0.1 معاش خطوات كتير، فيفضل تكتبوها لو عايزين كي 0.1. انا عامل برنامج بالمنظر ده، عايز اجربه على السيموليتر في البيت. لو عملت داونلود زي 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 حالتي كده، انا ما عنديش بي ال سي هنا، صح؟ بص لو عملت داونلود هيقول لي ايه؟ هيقول لي تضحك عليا، ما فيش بي ال سي اساسا. بيقول لي كوميونيكيشن ايرور، مفيش توصيل اساسا ما بين كمبيوتر وبي ال سي، فمش هيرضى، كنسل. تمام، هعمل حاجه اسمها فايل اكسبورت. فايل فايل يعني. ماشي، هقول تاني زي. ممكن نكبر عينيا. حاضر، تاني من الاول خالص. اول حاجه هعملها هرسم البرنامج، مثلا اي 0.1 هيشغل كيو 0.1. لو عملت داونلود مش هيرضى لان انا ما عنديش بي ال سي في البيت. بس ممكن اعمل ايه؟ فايل اكسبورت. ميزه اكسبورت ان هو ممكن يسيفه باكستنشن مختلف. يعني ايه اكستنشن مختلف؟ ممكن يسيفه على انه اكستنشن دوك فافتحه على الوورد، او اكستنشن بتاع الاكسل فافتحه على الاكسل، او اكستنشن بتاع السيموليتر فاقدر اشغله على السيموليتر. دي الفكره في الاكسبورت، ان ما بقاش بيسيفه بنفس الاكستنشن بتاع البرنامج. كاين ما هو السيموليتر هو مفتاح المحاكاه، هو ده السيموليتر. اهي فايل قائمه فايل حاجه اكسبورت، كانك بالظبط بتعمل سيف، كانك بتسيفه. حتى هو هيقول لك عايز تسيفه فين. تمام، بس بامتداد. ايوه، اللي هو الامتداد مختلف بالظبط. الامتداد بتاعه بيكون اي دبليو ال، اللي هو الامتداد بتاع السيموليتر. تمام، اي دبليو ال. مثلا هاجي على الديسك توب بره خالص، ديسك توب، ثواني هنجرب دلوقتي. هسميه حتى مثلا بروفا، تجربه. بروفا اي حاجه، سميه اسم، سميه اسم حضرتك، اي حاجه مش فارقه. حسام، ماشي، سيف. من اول دلوقتي خلاص احنا سيبناه على الديسك توب. عايز تقفل دوت، عايز تمسحه، مش فارقه كتير خلاص. تمام،
فين؟ اهو بقى موجود هنا على الديسكتوب اهو. اوكي هروح افتح السيموليتر اللي انتوا حطوه على الفلاشه. فين السيموليتر؟ البي ال سي بروجرام ده اللي انتوا حطوه على الفلاشه السيموليتر. اوكي اهو ده اللي انتوا حطوه على الفلاشه. هو نفس اسم البرنامج اسمه اس 7200 تمام. ده السيموليتر الرقم السري اهو 6596 هتلاقيه موجود عندك على الفلاشه برضو 6596. اوكي دبل كليك كده انا فتحته. دوس في اي حته في النص هيقول لك عايز الباسورد اكتب له 6596 كده خلاص بقى مفتوح قدامي. اتفضل هاي التاني من الاول بس بقى ما خلص كده. جهاز البي ال سي قدام حضرتك اهو. حتى البي ال سي منور ايه ستوب عشان لسه ما عملناش اي حاجه. هروح اجيب البرنامج اللي احنا مسايفينه على الديسك توب. هعيد تاني كله من الاول. بروجرام لود بروجرام احمله البرنامج لود بروجرام اللي هو كنا مسمينه بروفا لود بروجرام. هيقول لك ماشي موافق هقول له موافق. بروجرام بعد كده لود بروجرام يحمل البرنامج لود بروجرام دي معناها موافق. موافق اوكي اروح ادور عليه اهو بروفا اقول له افتحه. هيقول لك خد بالك البرنامج دوت ما ينفعش تعدل فيه. ماشي مش هينفع اعدل فيه عشان خلاص اترسم وخلص. ده البرنامج اللي احنا رسمناه صح؟ تمام. هقول لك بعدين ايه ده. روح اعمل ران للبي ال سي كانك بقى بقيت من اول دلوقتي كانك على البي ال سي بجد خلاص. ران قول له يس ماشي. حتى بص لما ادوس على الران لمبه ران هتنور. لمبه ران نورت تمام. عايز تعمل بروجرام ستيتس عشان تتفرج على الدخل والخارج دوس على بروجرام ستيتس. ده البرنامج هو اللي احنا رسمينه. المفاتيح اهي ده الاي 00 وده الاي 01. دوس على الاي 01 قفل راح مشغل. فصلت فصل راح فصل وهكذا. طب احنا هنا هنرسم البرنامج وبعدين نعمل الخطوات دي ولا ارسم البرنامج كله واعمل الخطوات دي بالظبط ولا نرسم اي حاجه حياة كله من الاول؟ مش موجود هنا على الاجهزه السيموليتر طبعا. ان ده كله من الاول جديد. باشمهندس امورنا حضرتك يعني قلت لنا شغل الجديد اللي جايبنا هنعمله في خلال يومين يعني ده ايه؟ لا يا اخي ده هتعمله انت مع نفسك. ده اللي مش عامله هنا. ده انت حضرتك جت في دماغك فكره عايز تجربها معاك كمبيوتر كانك معاك بي ال سي جربها يعني. انا ده مثلا لو هجرب حاجه عايز اجربها في مصنع ما اجربها الاول هنا اشتغلت صح اروح اجربها عشان ما يبقاش شكلي وحش قدامهم يعني. يعني ده بالظبط تمام. تسطيبه بقى خلاص بقى تسطيب مش هينفع سطب انا هنا عادي. اه سطب البرنامج الاول عندي عشان انا مسطب اوريدي البرنامج اوريدي متسطب. برنامج السيموليتر مش بيتسطب بيتفتح على طول مش بيتسطب يعني. السيموليتر كده بص اهو اي 0.1 بيشغل كي 0.1. بعد كده اروح اعمل فايل اكسبورت كاني بعمله سيف بالظبط. حتى هو نفسه هيقول لك اسيفه فين؟ اعمله سيف فين؟ مثلا هسميه هو اوتوماتيك الامتداد معروف اي دبليو ال جاهز اوريدي. هسميه مثلا 1 2 3 1 2 3 وعملت له سيف كده خلاص البرنامج ده ما بقاش ليه لازمه خلاص. انا اوريدي رسمت وعملت كل حاجه. اعمله مينيمايز مثلا تحت واروح افتح السيموليتر. الباسورد بتاع السيموليتور 6596 دبل كليك. ده كده السيموليتور انا فتحته السيموليتور بتاع الاس 7200. اول ما ادوس عليه كليك هيقول لي انا عايز اعرف الباسورد. هقول له 6596 اوكي تمام. هروح اجيب البرنامج اللي انا سيفته بروجرام لود بروجرام تمام.
اكسبت ماشي موافق قبل ما اعمل اشغل تاني بروجرام لود بروجرام مع كده اوكي هيقول لك ان هو هيسحب البرنامج بالكامل كله ماشي موافق اكسبت هيقول لك خلاص قول على اسمه اهو 1 2 3 صح كان اسمه 1 2 3 سيف قال لك خد بالك البرنامج ده ما ينفعش تعدل فيه ده اوريدي مرسوم وجاهز اوكي ماشي ادي البرنامج ده بعدين هنعرف ايه هو بعدين بالتفصيل رن اشغله يس بروجرام ستيتس عشان اشوف الحاله بتاعته اوكي من اول دلوقتي دي حاله المفاتيح اللي عندك من اول الاي 0.0 لغايه الاي 1.5 البرنامج بيقول عشان اشغل كي 01 هقفل اي 01 اهو اي 01 كي 01 جرى له ايه اشتغل وهكذا لو فصلت الاي 0.1 الكي 0.1 فصل تمام اي برنامج هتعمله ينفع تجربه عندك في البيت بس في نقطه واحده بس اعمل حسابك ان دوت مش بي ال سي بجد يعني السرعه الزمن الثانيه مش ثانيه انت حتى هتلاحظها لما نيجي ناخد التايمر هتلاقي مثلا عملت حاجه تشتغل بعد 5 ثواني تحس ان هي شغاله بعد 7 ثواني في فرق في الوقت لان هو مش ريال تايم حتى انت ممكن تلعب في التايم بتاعه تغير في نسبه السرعه بتاعت التايم تسرعه وتبطئه شويه اوكي حاجه ثانيه البي ال سي بي ال سي بجد ده مش بي ال سي بجد يعني في فانكشن معينه نيجي ناخدها اقول لك معلش مش هينفع تجربها في البيت هو نفسه مش هيرضى يعني في حاجات معينه حاجه اسمها مثلا ديت اند تايم شغال بتاريخ وساعه هنا ما يعرفش انا مش عارف اشغلها فلما تيجي تبعت له البرنامج يقول لك البلوك دوت انا مش عارف اقراه مع ان موجود في البي ال سي بس ده مش بي ال سي تمام في مشكله في الجزء دوت لو رسمت اي رسمه هجربها برضه ولا لازم اي رسمه ترسمها وتروح تعمل نفس الخطوات دي وتجربها لازم كل مره كل مره برنامج جديد